أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طلب الأحباب المسجلين في مساق البحث العلمي، نرحب بكم في المحاضرة الثانية من المساق، والتي فيها سنكمل من حيث انتهينا في المحاضرة السابقة. المحاضرة بعنوان Scientific Research Purposes, Characteristics and Process Components. سنتعرف في هذه المحاضرة على مقاصد أو غايات البحث العلمي، ليش بنعمل بحث علمي؟ طيب، وسنعلم ما هي خصائص ومميزات البحث العلمي، كذلك سنتعرف ما هي مكونات العملية البحثية. أصبح البحث العلمي هو عملية، فسنتعرف ما هي مكونات هذه العملية. What is scientific research؟ ما هو البحث العلمي؟ Scientific research is the using of scientific approach to investigate a specific problem or question which could be health or biological or other. To help us fill the gaps in our knowledge regarding this problem or question. بمعنى البحث العلمي هو استخدام المنهاج العلمي لاكتشاف مشاكل أو أسئلة. هذه المشاكل والأسئلة ممكن تكون صحية، بيولوجية، صناعية، زراعية، أيا يكن، مهما كان نوعها. طب ليش؟ لأجل مساعدتنا في ملء الفجوات المعرفية حول هذه المشاكل والأسئلة. فإحنا بنمشي في مسار منتظم لأجل نصل لحلول وإجابات لاستفساراتك. What is scientific research؟ تعريف آخر. Scientific research is a scientific inquiry aimed at learning new facts, testing ideas, etc. It is the systemic collection, analysis and interpretation of data to generate a new knowledge and answer a certain question or solve a problem. تعريف آخر عبارة عن البحث العلمي، عبارة عن استقصاء علمي يهدف لتعلم حقائق جديدة، new facts، واختبار فرضيات إلى آخره. وهو عملية جمع. It is systemic collection، وهو عملية جمع وتحليل وتفسير interpretation of data to generate لإخراج أو إنتاج معارف تمام جديدة وإجابات على الأسئلة البحثية وعلى المشاكل اللي أنا بحاول أبحث عن إجابات وحلول لها. تمام يا أحباب؟ Main research purposes، ما هي المقاصد أو الغايات بتاعة البحث العلمي؟ إيش المقاصد أو الغايات البحث العلمي؟ أول غاية أو مقصد من مقاصد البحث العلمي to gain familiarity with phenomenon or to achieve new insights into it، لجمع معلومات عن ظاهرة معينة أو الحصول عن رؤية جديدة عنها. مثلا لو أنا بدي أعمل دراسة عشان أحدد الاحتياجات المطلوب توفيرها من وزارة الصحة أو من الحكومة مثلا لمرضى سرطان الثدي، طب كيف بدي أعمل الدراسة هذه؟ بدي أجيب المرضى نفسهم، أسألهم إيش يا جماعة الخير أنتوا بتحتاجوا حاجات، إيش أمور نقصاكم؟ بدي أسأل الأطباء اللي بيعالجوهم، بدي أسأل الباحثين اللي نشروا أبحاث علمية حول الأمر هذا. فأنا ما كانش عندي معلومات حول احتياجاتهم، عندي صفر معلومات من خلال الخطوات اللي أنا سويتها هذه، الاستبانات اللي عملتها، استبانة وزعتها على المرضى نفسهم، استبانة على الأطباء، استبانة على الباحثين، وسألت كل مجموعة منهم إيش الاحتياجات اللي بحتاجها مرضى السرطان، فهم جاوبوني. هذا اللي أنا سويته له اسم في الدراسات العلمية، اسمه Exploratory Research Studies، الدراسات الاستكشافية. وإن شاء الله في المحاضرات القادمة سنتحدث بالتفصيل عن Study Designs، أنواع الدراسات اللي من ضمنها أو أنواع تصميم الدراسات اللي من ضمنها الدراسات الاستكشافية. اثنين، المقصد الثاني أو الغاية الثانية to describe the characteristics of a particular individual situation or a group، لوصف خصائص فرد أو مجموعة معينة. كيف يعني؟ وفي المثال يتضح المقال كما قالت العرب. مثال، لو أنا بدي أعمل دراسة استقصائية عشان أعرف معدلات الإصابة بالديدان الدبوسية بين مثلا الأطفال في المدارس، وخلينا نقول مدارس قروية مثلا، رحت
دخلت مدرسة فيها 300 طفل 400 طفل، أخذت الأطفال رحت جمعت لهم عينات ستول، حللت عينات الستول في المختبر، لقيت إنه والله العظيم 40% من الأطفال هذول عندهم الديدان الدبوسية. تمام؟ أصبح أنا حقول الدراسة وجدت إنه 40% من الأطفال لديهم انفكشن أو إصابة في الديدان الدبوسية. اللي أنا سويته هذا عبارة عن عملية وصف لحالة موجودة، وهذا العمل أو هذا التصميم اللي أنا نفذته في الدراسة اسمه Descriptive Research Studies، هي تصميم الدراسات الوصفية. المقصد الثالث أو الغاية الثالثة to determine the frequency with which something occurs or with which it is associated with something else. يعني لمعرفة معدلات حصول شيء ما تبع لشيء آخر. معدلات حصول شيء ما تبع لشيء آخر، كيف يعني؟ لو أنا بدي أعرف معدلات الإصابة بالسرطان تبعا لمثل مكان السكن أو لنمط الحياة أو نمط الغذاء، بدي أعمل دراسة أنا أشوف معدلات الإصابة في السرطان ما بين مثلا الستات في غزة البريست كانسر، رحت جمعت من منطقة محافظة غزة، أخذت من شرق غزة سيدات وسيدات يسكننا غرب غزة، وجدت أنا والله لا قدر الله إنه معدل الإصابة عند السيدات في شرق غزة أعلى، بدي أبلش أنا الآن أربط. طب شرق غزة إيش في إشي عندهم صار ما صارش في غرب غزة؟ ولا صارت في الحروب، هم كانوا أكثر الناس مستهدفين، هم اللي كانوا يرتفع عليهم الفوسفور، هم مناطق زراعية ممكن بيستخدموا المبيدات الحشرية، هم فحبلش أنا إيش أربط وأحلل النتائج من خلال معطيات موجودة في إحدى المجموعات مش موجودة عند المجموعة الثانية. وهذا الشيء اللي أنا سويته عبارة عن تصميم من تصميم دراسات نسميه إحنا الأناليتيكال ريسيرش ستاديز، اللي هو الدراسات التحليلية، وحنتكلم عنها إن شاء الله في محاضرات المقبلة بإذن الله. الغاية أو المقصد الرابع to test hypothesis of a causal relationship between variables، عشان أنا أختبر اللي هو العلاقات، أختبر الفرضيات والعلاقات السببية ما بين متغيرات الدراسة. يعني لو ضربت أنا مثل بسيط، أنا فرضت فرضية معينة زي مثلا فرضية إنه هناك علاقة ما بين الانتستينال بارازايت وعلى سبيل المثال الأنيميا عند الأطفال. عملت الدراسة، تمام، فرضت الفرضية تبعت إنه there is a relationship between intestinal parasites among children and anemia. وجدت إنه والله 50% من الأطفال اللي عندهم intestinal parasites كان عندهم أنيميا، مقابل 30% من الأطفال اللي ما عندهمش intestinal parasites كمان كان عندهم أنيميا. فأكيد أنا حأربط هنا الفرضية تبعت حكون صحيحة، لأنه وجدت فعلاً الأنيميا لها علاقة بصورة كبيرة لها علاقة في وجود الانتستينال بارازايت. يعني الأنيميا ممكن يسبب الانتستينال بارازايت. وإن شاء الله إلى الأمام أو في المحاضرات القادمة هنتكلم في الأمر هذا بشكل تفصيلي أكثر. What makes people to undertake research؟ إيش الموتيفيشن؟ إيش الدوافع اللي بتخلي الباحثين، بتخلي الطلاب، بتخلي الناس بشكل عام تعمل أبحاث؟ في ناس desire to face the challenge in solving the unsolved problem، بدهم يواجهوا ويخشوا بتحدي من خلال انهم يحلوا المشاكل المش محلولة، المشاكل العلمية، المشاكل ممكن تكون مرض، المشكلة ممكن تكون مشكلة على سبيل المثال تلوث أبار مياه، ممكن تكون مشكلة كهرباء، اي شيء البحث العلمي بيحله ببحث عن حلول معناته مشكلة. احنا عشان ناس نعمل في السلك الطبي وناس صحيين دائما بتلاقي مشاكلنا عبارة عن امراض، تمام، او عدم استجابة لعلاجات او مقاومة مضادات حيوية او اي شيء، المهم دائما مشكلتنا تدور حول السلك الصحي. الدافع الثاني desire to get a research degree along with its consequential benefits. الناس الاكاديميين اللي زينا بحب المحاضر يصير استاذ مساعد، والاستاذ المساعد بحب يصير استاذ مشارك، والاستاذ المشارك بحب يصير استاذ دكتور. يعني الارتقاء الاكاديمي شرط من شروطه اجراء ابحاث علميه، هذا من الدوافع اللي بتخلي الاكاديميين انه يقوموا باجراء الابحاث العلميه. desire to get intellectual joy of doing some creative work. في ناس بيجروا ابحاث علميه لغرض وايش المتعه الفكريه، وطبعا هذا بتلاقيه في دول الغرب بيكون يعني مرتاحين ماليا وبيجروا ابحاث
لأجل المتعة الفكرية. طبعا مش في كل المواضيع، في بعض المواضيع. Desire to be of service to society، طبعا ناس بتحب تخدم مجتمعها، وناس بتحب desire to get respectability، ناس بتحب تنال اللي هو احترام المجتمع والناس الآخرين. في موضوع مهم جدا هذا، characteristics of scientific research، البحث العلمي. البحث العلمي له خصائص. أول خاصية من الخصائص it demands a clear statement of a problem، يتطلب مشكلة واضحة. هل كل المشاكل العلمية بدها بحث؟ لا. طيب هل في مشاكل علمية إجاباتها معروفة، أو في مشاكل إلها إجابات معروفة بس من غير بحث، من خلال يعني يكون الإنسان أذكى شوية ويكون عنده خيارات؟ آه، لو قدام شوية في سياق مشكلة البحثية هنتعرف كيف بدنا نحدد المشكلة البحثية، هل هي researchable or not researchable ضمن معايير معينة. فلازم تكون فكرتك ومشكلتك البحثية واضحة، وتكون انت فاهمها وقادر انك تقدمها لمين، لذوي الاختصاص، الجهات الداعمة. ايضا it requires a plan، خطة. البحث not aimlessly يا احباب، البحث مش عبارة عن اللي هو تحرك واجراء بعض الخطوات العشوائية الغير منظمة. لا، الانسان لو بده يروح على الشغل ليومه بخطط عشان يوفر الوقت والجهد ويصل لأهدافه بأقل مجهود وأقل تكاليف. فما بالك بحث علمي حتحط فيه فلوس وحتاخذ منك وقت وجهد وتشتري ريجنت وتشتري مواد وما إلى ذلك. تمام. ثلاثة، it build on existing data using both positive and negative findings. البحث مبني دائما على بيانات حقيقية موجودة، يعني ما بينفعش أعمل بحث في جزء من البيانات ما بقدرش أصل له، صح ولا لا؟ أعمل بحث في جزء من عينة الدراسة ساكن في دولة ثانية أنا ممنوع أصل لها. أصبح البحث بني على بيانات غير موجودة، فأنا لازم أتأكد من الأول من خلال بايلوت استادي، هنعرف إيش البايلوت استادي هنعملها، إنه فعلا أنا بقدر أقوم في بحث من الألف إلى الياء. تمام يا حبايبي؟ بعد ما أجمع النيو داتا should be collected as required and be organized in such a way that the answer، بعد ما أجمع البيانات تبعت البحث تمام من عينة الدراسة، وبروح بحللها تحليل إحصائي، وبتخرج نتائج التحليل الإحصائي، بروح بعرض التحليل الإحصائي والنتائج هذه في جداول وفي أشكال، وبتكون إجابات البحث تبعي وأسئلة البحث تبعي موجودة في هذه اللي هو النتائج. Main components of any scientific research. Main component of any scientific research work. أي بحث في الدنيا حلاقيه بتكون من ثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأول preparing of a research proposal، تحضير مقترح الدراسة. مقترح الدراسة بتحضره، ومساقنا جزء كبير من المساق تبع البحث العلمي اللي احنا بندرسه مع بعض هذا بتكلم عن كيفية تحضير مقترح الدراسة. إذا حضرنا مقترح الدراسة صح وعرضناه على لجنة ذات الاختصاص من أكاديميين حتناقشوا، اللي هو الأساتذة في الجامعة بناقشوا، أو الجهات الداعمة بدها تدعمك بفند بمبلغ معين عشان تجري البحث، لازم تكون أنت مقنع في البروبوزل وماشي بخطوات علمية سليمة، بحيث اللي بتطلع على البروبوزل يقول آه والله هذا البحث أنا بستاهل أدعمه، مش اللي بتطلع على البروبوزل ويقول إذا هو نفسه مش فاهم يقدم لي البحث صح، مش فاهم يقنعني في بحثه صح، فأنا كيف بدي أوفر له فلوس أو بدي أتبنى بحثه؟ إذا كنت أنا مؤسسة أكاديمية مثلا جامعة بدي أتبنى بحثه، أو كنت والله أنا شركة أدوية أو شركة طبية بدي أتبنى بحثه في الفلوس. فلازم البروبوزل يكون معد بطريقة احترافية، بحيث إنه الجهات ذات العلاقة من جهات داعمة وجهات اللي هو اعتماد تتبناه بشكل قوي. فيلد وورك اللي هو التطبيق العملي، وهذا أيضا الجزء الثاني مهم جدا، من خلال ان انا احدد السامبل بابيوليشن تبعي واروح اتوجه اجمع البيانات من الناس هذول، هو البابيوليشن مجتمع الدراسه، كل هذا الامر ضمن الفيلد وورك. الانالايزنج اوف ريزلتنج داتا، بعد ما طلعت النتائج من الفيلد وورك، نتائج الشغل العملي كله بتطلع ارقام بدي احللها على برنامج الاس بي اس اس، تحليل على برنامج الاس
BSS. تمام؟ لما بحللها على البرنامج تطلع لي النتائج. النتائج عبارة عن أرقام بتتكلم. أنا النتائج هذه بفسرها وبعلق عليها وبطلع منها استنتاجاتي وتوصياتي، وبأكتب اللي هو الريبورت بتبع البحث بتاعي، ومن ثم بأنهي في موضوع المناقشة. Main steps in scientific research process. خطوات أي عملية بحثية عدة مراحل، وكل مرحلة من المراحل هذول هي عدة خطوات. لو أنا إجيت هنا في الملخص هذا كسر ست مراحل في العملية البحثية، ملخص كتير جميل وكتير موصل للفكرة وكتير مهم أيضا. نتكلم عن المرحلة الأولى اللي فيها أربعة ستيبس، أربع خطوات. لما بدي أعمل أنا بحث علمي، أول شيء الخطوة الأولى البداية تبعتي اللي هو الصفر المطلق تبعي asking the question، بدي أسأل سؤال. السؤال من وين يتأتى؟ من خلال تناقض أنت شايفه أو شيء أنت مش فاهمه. مش اللي بيسأل بكون مش فاهم، تمام؟ الإنسان بيسأل لما بكون مش فاهم، asking the question. بعد ما أسأل السؤال بدي أكتب المشكلة البحثية أو أصيغ المشكلة البحثية، أحدد المشكلة تبعته، problem identification، إيش المشكلة تبعتي. الخطوة اللي بعديها hypothesis formulation، بدي أصيغ forming، بدي أصيغ اللي هو الفرضية البحثية تبعتي. الخطوة اللي بعديها objectives formulation، صياغة الأهداف البحثية تبعتي. المرحلة الأولى في خطوات الأربعة خلصناها، الآن حنتقل على المرحلة الثانية. خطواتها التنتين. ستيب نمبر 1 literature research is reviewing، بدي اراجع دراسات سابقه عشان استفيد منها. ايش بستفيد من الدراسات السابقه؟ بعرف العلم لوين وصل من حيث موضوعي، ايش الفجوات اللي الابحاث السابقه ما سدتهاش في موضوعي، ايش التساؤلات الرئيسيه اللي طرحتها الابحاث السابقه واوصف انه ابحاث تاليه زي بحثي انا تقوم بفحصها او تقوم باختبارها او بدراستها. الدراسات السابقة كمان بتعرفني، اسأل أسئلة الإحصائية المستخدمة، بتعرفني العالم كله كيف بيشتغل ولون وصل في العلم، مهم جدا للطلاع على الدراسات السابقة. الكاتب عشان كان يكتب كتاب تلاقيه قرأ 100 كتاب قبل الكتاب، 100 كتاب كون عنده المعرفة والخبرة والقدرة والمهارة إنه يقدر يكتب الكتاب. فمهم جدا قبل ما تبلش في بحثك تقرأ الأبحاث السابقة اللي عبارة عن بيبر منشورة أو آرتيكل منشورة في نفس الموضوع أو قريبة من الموضوع. Step number 2 preparing of experimental design in addition to the methodology identifying. بدك تحدد الديزاين تبع دراستك وخطوات العمل اللي بدك تعملها. وطبعا في المحاضرات القادمه احنا نتعرف على الستدي ديزاينز كله ونعرف ايش الميثودولوجي اللي احنا بنمشي فيها بشكل تفصيلي. المرحله الثالثه وفيها خطوه واحده collecting relevant data experimental conducting، بدي أجمع البيانات إذا كانت استبانة، وبدي أجري التجارب العملية والمعملية والاختبارات اللي الاختبارات القياسية عشان برضو أجمع منها داتا وأرقام. الداتا اللي جمعتها في الستيب رقم 3 في المرحلة رقم 3 وين هندخلها؟ هتخش معايا في المرحلة رقم 4 إن أنا أحللها تحليل إحصائي وأختبر الفرضية تبعتي hypothesis testing. بعد ما حللت التحليل الإحصائي ظهرت عندي نتائج، النتائج هذه عبارة عن أرقام، كيف بدي اخلي الارقام تتكلم وابرز ايش مقصود الارقام وابرز الاجابه عن تساؤلاتي من خلال الارقام هذه اللي خرجت من برنامج التحليل الاحصائي اللي هو برنامج الاس بي اس اس. فبعمل ريزلت برزنتيشن، عمليه ايش عرض للبيانات جرافيكلي من خلال يعني اشكال او من خلال تبيوليشنز اللي هو الجداول وما الى ذلك. هنتعلم برضو معنا محاضرتين ان شاء الله في المحاضرات القادمة هنتكلم فيهم عن كيفية عرض البيانات. بس بيانات بعد ما تخرج من التحليل الإحصائي كيف أعرضها؟ عرضت البيانات بدي أفسرها، مش الآن هي معروض عندي بجداول ومعروض عندي بأشكال وبرسومات، بدي أفسرها وبدي إيش أعلق عليها وأستنتج منها، أستنتج منها إجابات تساؤلاتي وأكتب توصياتي. وبعد هيك الكلام هذا كله لازم نحط في ريبورت، في فاينل ريبورت مانسكريبت، وعملوا بابليكيشن عملية نشر. لو أنا في المرحلة الأولى خليني أضرب لكم مثال، وإن كنا في المحاضرات القادمة هنتكلم في كل ستيب من هذه الستيب بالتفصيل. Asking question،
قلنا تو انه الكويستشن السؤال البحث عادة بكون ناتج عن تناقض عند الإنسان أو شيء مش فاهمه الإنسان أو شيء بلفت انتباه الإنسان. بتلاحظوا حضراتكم يمكن أنتوا دائما أنه مرضى السكر بالذات النوع الثاني كبار السن دائما بتلاقوهم عندهم سمنة وبيز. هاي ملاحظتي. فأنا حسأل السؤال البحث تبعي Why most type 2 diabetes mellitus patients are obese؟ ليش معظم مرضى السكر النوع الثاني بلاقيهم عندهم سمنة؟ طيب من السؤال البحثي أنا حصيغ إيش المشكلة البحثية تبعتي. المشكلة البحثية تبعتي إيش هي حتكون؟ إيش المشكلة؟ هي الأوبيزيتي among type 2 diabetes mellitus patient. هاي المشكلة. طب إيش الفرضية اللي حفرضها بناء على المشكلة؟ أقول معناته السكري ممكن يكون بسبب أوبيزيتي. أصبح أنه there is a relationship between type 2 diabetes mellitus and obesity. هاي طريقة للصياغة. طبعا انه هناك علاقة ما بين مرض السكري والسمنة. تمام؟ او ممكن اقول elevation of blood glucose can lead to ممكن يؤدي لإيش؟ to obesity among type 2 diabetes mellitus patient in Palestine مثلا. تمام يا حبايبي؟ فالفرضية خرجت من المشكلة. طب ايش الاهداف تبعتي؟ هنتعلم بكرة في المحاضرات القادمة من عند الأهداف في General Objective وفي Specific Objectives في هدف عام وأهداف خاصة. الأهداف الخاصة عبارة عن عملية إيش تقسيم للهدف العام على شكل إجراءات وخطوات. نصيغ الهدف العام هنا برضو. إيش الهدف العام؟ To detect or to find out the relationship between obesity and type 2 diabetes mellitus. بدي أشوف العلاقة ما بين الأوبوزيتي والتايب 2 ديابيتس مليتس. شايفين الستبز هدول؟ كل خطة من الخطوات هدول كيفية صياغة المشكلة البحثية، كيفية صياغة الفرضية، كيفية صياغة الأهداف. حنتقل على المرحلة الثانية، كيفية قراءة وكتابة الدراسات السابقة، كيفية تحديد الديزاين تاع الدراسة. كل خطوة من الخطوات هذه لغاية آخر اللي هو مراحل اللي هو الساينتفك ريسيرش بروسيس حنمسكها بالتفصيل واحدة واحدة. يعني بعد محاضرتين تقريبا حنتكلم في البروبلم ايدنتيفيكيشن، كيف نحدد المشكلة البحثية وكيفية كتابة المشكلة البحثية وكيفية صياغتها وايش المعلومات اللي لازم تكون موجودة في المشكلة البحثية، برضو هذا حنتكلم فيه. ايضا حنتكلم عن الفرضية الهايبوثيسيس، كيفية كتابة الفرضية وايش المقصود في الفرضية وايش المعلومات اللي لازم تكون في الفرضية، الاوبجكتيفز كيفية صياغة الاوبجكتيفز وما الى ذلك. وحنكمل جميع الستبس الموجودة في كل ما في الستة مراحل تبعت اللي هو scientific research process. تمام يا أحباب؟ الأمور ليست صعبة لكن سبحان العظيم مع الممارسة بصير الأمور أسهل. مادة البحث العلمي في البداية ممكن تكون صعبة على بعض الطلبة يحسوها صعبة، لكن بعد تكرار الممارسة يحسوها سهلة ويحبوها بعون الله عز وجل. طبعا ها scientific method تكرار لما تحدثت به مسبقا. Forbidden in research، في أشياء ممنوعة في البحث العلمي. هذا من المحرمات. If your result don't support your hypothesis، مش إحنا حكينا تو نحط فرضية إنه مثلا هناك علاقة ما بين السمنة وما بين ارتفاع السكر في الدم عند مرضى السكري، هناك إيش علاقة. طيب إذا كان if your result don't support your hypothesis، فرضيتك إنه هناك علاقة، النتائج اللي طلعت عندك لقت إنه فيش علاقة، هل اروح اغير انا الفرضيه تبعتي؟ لا. الفرضيه عاده احنا بنحطها قبل ما نشتغل البحث عملي وقبل ما تطلع لنا نتائج. لقيت والله العظيم انه النتائج تبعت اللي طلعت اختلفت على الفرضيه اللي فرضتها، لا ما تغيرش، ما تخافش، ما تقلقش. عشان هيك اول نصيحه بقول لك اذا كانت النتائج تبعتك اللي طلعت تدعمش فرضيتك ما تروحش، دونت تشينج يور هايبوثيسيس، اوعى تروح او اوعى تقوم انك تغير الفرضيه تبعتك. والشغله الثانيه اوعى كمان تستثنى بعض نتائج الاختبارات، بعض نتائج الاختبارات العملية اللي لقيتها بتدعمش فرضيتك، يعني التي لم تتفق مع فرضيتك، برضو هذا بيكون نوع من التدليس. ها ايش تسوي؟ قال لك حاول give possible reasons for difference between your hypothesis and experimental results. حاول توجد تفسير، اعمل عقله، فكر، حاول توجد تفسير تتكلم ليش والله صار اختلاف، ليش انا لما فحصت لقيت والله شيء عادي انه يكون مرضى السكري
اسمان، لانه الناس اللي نفس عمرهم ونفس ظروف ونفس كذا برضو اسمان، شيء عادي. ها حاول تفسر ليش. والله ممكن غذائهم متوازن، ممكن من الناس اللي دخلهم الشهري عالي فبالتالي هم بحافظوا على صحتهم بمارسوا رياضه. حاول تفسر. تمام يا حبايبي. وبرضو اعطوا توصيات، اذا ما كنتش انت قادر تجيب اللي هو التفسير الصحيح قول في توصيات دراستك في الاخر انه انا بدي دراسات ثانيه تشتغل على الموضوع هذا وتحاول تفسر. تمام يا حبايبي. تمام. بدنا نفرق الان ما بين البرايمري ريسيرش والسكندري ريسيرش. مهم جدا. البرايمري ريسيرش في مفهومين مهم احنا نميز بينهم. Primary research involves the study of a subject through first-hand observation and investigation. هي أبحاث عادة بكونش إلها لا نجد لها دراسات سابقة منشورة شبيهة فيها أو متعلقة فيها. عشان هيك إحنا بنلجأ لاختلاق مصادر لها. مين المصادر؟ هذا البرايمري ريسيرش بنسميه بحث اللي الإنسان بركن حاله فيه. مين المصادر تبعت الأبحاث هذه؟ ملاحظات الباحث نفسه، خبرات الباحث نفسه، سؤال الباحث للأشخاص ذوي العلاقة. يعني أنت أول واحد في العالم لسه بتجري البحث هذا، أو أول واحد في منطقتك الجغرافية، أول واحد في بلدك، ما فيش عندك أبحاث سبق تستند عليها. وأنا صراحة بنصحش الباحثين المبتدئين زي الطلبة أنهم يجروا الأبحاث الأولية، لأنه مشاكلها كثيرة وأخطائها كثيرة، وبتكون أنت داخل مع انعدام رؤية، داخل حظك بختك. مين ممكن يبلش في الابحاث هذه؟ اللي هو الشركات الكبيره وكذا، لانه بتكون درسها بشكل اكبر، بتقلل اللي هو معامل المخاطره، بتكون حاسبه المخاطره بتاعتها. السكندري ريسيرش يا حبايبي، هذه الابحاث involves the collection of information from studies that other researchers have made of a subject. يعني لها مصادر سابقه، يعني هذه الابحاث بنجد لها دراسات سابقه منشوره، بقدر استخدمها كخلفيه تدعيميه للبحث. مين ايش المصادر هذه؟ المكاتب، كتب، حدث ولا حرج، الانترنت، المقالات، حدث ولا حرج. تمام يا حبايبي. لكن مهم جدا any information obtained from secondary sources must be carefully assessed for its relevance and accuracy. الأمانة العلمية مهمة. اخذت انا معلومات من مرجع معين، لازم ايش اعمل ريفرنسنج له، اشارة لمين؟ للمرجع اللي اخذت منه. ففي السكندري ريسيرش باكد عليه على موضوع الأمانة العلمية. Sources for primary and secondary research، وين مصادر المعلومات؟ لاحظوا حضراتكم في primary research مين مصدر المعلومات تبع الباحث؟ الباحث بحس حاله مضغوط، لأنه الناس اللي بده يلجأ لها بدها تكون relevant people، الناس ذات علاقة، يعني الناس ذوي العلاقة. أنت بتعمل بحث على سرطان مع أصبح ناس أطباء سرطان، باحثي سرطان، مرضى سرطان، عفانا الله وإياكم، ناس ذوي علاقة ممكن أسألهم. ملاحظات الباحث نفسه، ريسيرش اوبزرفيشن، ريسيرش اكسبيرينس، خبرات الباحث، سجلات تاريخيه. تمام اتسترا. السكندري ريسيرش، لاحظوا حضراتكم في السكندري ريسيرش المصادر تبعتها حدث ولا حرج، ريسيرش بوكس، ريسيرش ريبورت، جورنال ارتكل، ارتكلز ريبورت اونلاين، يعني المكاتب والانترنت. تمام يا احباب. تمام. عشان هيك دائما الابحاث السكندري بتكون اسهل في الإجراء وأسهل في التنفيذ. صاتكم وبسعدني تواصلكم طبعا من خلال صفحة الفيسبوك بتاعتي ومن خلال الإيميل، وأي استفسار إحنا جاهزين. هذا وبارك الله فيكم.